وبيقولوا على لسانهم ان دي عناصر بلطجيه وهم اللي قاصدين ان هم يبوظوا المباراه، وان الغالبيه العظمى من جمهور المصري جمهور ملتزم وجمهور اماكنهم مره ثانيه، وده مشهد انا اعتقد ان هم يستحقوا كل التحيه، مشهد غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد. وجماهير النادي المصري انا مش عارف عايزين ايه، انا مش عارف عايزين ايه، كسبانين كسبانين 3-1 وعاملين مباراه من اروع ما يكون، ايه المطلوب اكتر من كده يعني الحقيقه. واحد بس معلش، واحد بس، اطلع معايا يا جماعه، عشان ما تعملش شيء.